أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكثر أحاديثه ضعيفة، فلا بد من تصحيحه وإخراج الضعيف منه ووضع الصحيح بدلا من الضعيف؟ هذا هو الضعيف في الحقيقة، اللي يقول الكلام هو الضعيف في دينه وعقيدته. الشيخ لا يذكر أحاديث إلا ولها ما يؤيدها من الأحاديث الصحيحة أو من الآيات، ما يذكرها وحدها، يذكرها تحت آيات أو تحت أحاديث صحيحة، والضعيف يستدل به، لا يهمل الضعيف إهمالا ويترك ويطرح أبدا، لا، يعمل به لكن لا يؤسس عليه أحكام، وإنما يستأنس به ويتأيد بالحديث الصحيح وبالمتابعات. هذا جاهل، اللي يقول الكلام هذا جاهل، ولا يعرف قيمة كتاب التوحيد، ما يعرف قيمة كتاب التوحيد. وهذا كما ذكرت لكم لما جاء قضية هجوم الجهال على الأحاديث بالتخريج والتصحيح والتضعيف، وهم جهال وإنما ينقلون كلام غيرهم وهم لا يفهمونه أيضا، حصل مثل هذا، والتشكيك في كتب أهل العلم، فيجب أن يحذر من هذا، يجب أن يحذر من هذا غاية التحذير. نعم.